قص بن سعد الإيادي كان يقف على ناقته، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر هذه الخطبة وحفظها ورواها. قالوا بأنه كان قص بن سعد، هذا يعتبر أفصح العرب. قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، اعلموا أنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ لقد أخذهم الدهر بكلكله، وأتى عليهم بتعاقب أيامه ولياليه. ثم قال: في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمشي الأكابر والأساغر، أيقنت أني حيث صار القوم سائر.